Les élèves de la troisième année secondaire, vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC français. طلاب تالتة ثانوي أهلا وسهلا بيكو في الحلقة التلاتاشر من شرح المنهج على قناتنا PDC français. واللي فاتوا أي حلقة من الحلقات اللي فاتت هيقدر يلاقيها بسهولة على القناة في الجزء المخصص لتالتة ثانوي. قبل بس ما أبدأ يا شباب، أنا محتاجة حاجة مهمة جدا منكم. لو سمحتوا يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير وتعملوا كومنت، ويبقى في تفاعل شوية على القناة أكتر من أي وقت عدى، لأن احنا بنتنقل من مرحلة لمرحلة دلوقتي المفروض انها أفضل. فمحتاجة دعمكم جدا جدا ليا لو فعلا انتوا حاسين ان انتوا بتستفيدوا مني. فدي الحاجة الوحيدة اللي أنا محتاجاها منكم، ان الدعم مش أكتر، بإن انتوا تعملوا لايك، تخلوا لو عندكم صحابكم او جروبات او whatever تخليهم يدخلوا هما كمان يشوفوا الفيديو. حاولوا تنتشروا في كل الفيديوهات على قد ما تقدروا، سواء اولى او تانية، حتى لو انتوا في تالتة. تمام، لما يبقى في دفوار، لما يبقى في حاجة هبقى مستنياها تحلوها منكم. محتاجة شوية تفاعل اكتر شوية على القناة اليومين دولت، عشان نتنقل لمرحلة افضل واقدر استمر معاكم ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف النهاردة ان احنا المفروض نعمل ايه. المفروض ان انا اكمل احل بقيت لسون 3، احل كل الاكزرسيس اللي كان موجود فيها، واعمل امتحان على اللسون، واقفل اليونيتي بتاعي بامتحان، لان المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في يونيتي 2، وهشتغل من الكتاب الصغير اللي هو بتاع الجرامير كذا درس كمان ورا بعض. وطبعا هحدد لكم هما مين الدروس ديت وصفحاتها كام بالظبط في الكتاب الصغير عشان ما تهوش مني. تعالوا نبدا كده مع بعض بالاكزرسيس اللي موجود هنا. بيقول لي هبدا الاكزرسيس بتاعه الجرامير، عشان احنا المره اللي فاتت اشتغلنا الاكزرسيسات بتاعه الفوكابولير الدقيمه. النهارده هبدا باكزرسيس الجرامير. شوزي لا بون ريبونس، اختار. Tu ne veux pas au gymnase. Tu ne vas pas au gymnase. J'aime bien la gymnase. أنا عندي ne veux pas. وجود ne veux pas موجودين عندي هنا، ده معناه إن لازم أجاوب بإيه؟ بسي. سي يعني بلا. تمام، يبقى الإجابة نيميرو سي. نيميرو دو، le judo est aussi violent la boxe. هي المفروض إن هي plus que أو moins que أو aussi que. plus que يعني أكتر من. تمام، لما أنا بقارن ما بين حاجة وحاجة. moins que يعني أقل من. aussi que اللي هي إيه؟ تساوي أو نفس الإيه الدرجة. يبقى طبعا زي ما قلت plus que أو moins que أو aussi que، تبقى طبعا إيه الإجابة؟ هتبقى que اللي هي نيميرو دي. l'équitation je pratique toujours. كلمة إكيتاسيون كلمة ماسكولين ولا فيمينين؟ كلمة إكيتاسيون اون إكيتاسيون كلمة فيمينين، فالمفروض ان هي هتاخد لا براتيك توجور. جو لا براتيك توجور. عندي هنا بيقول لي نيميرو 4، جو نفي با اكتيفيتي سبورتيف. انا هنا نو و با يعني ايه؟ نيجاسيون، يبقى ايه؟ داكتيفيتي سبورتيف. Le karaté c'est passion. كلمة passion كلمة féminin، هتبقى c'est ma passion. تمام، خلونا نكمل كده بقيت اكزرسيس الجرامير برضو. نيميرو 6 بيقول لي je invite à jouer au foot avec moi au stade. انا عايزه اقول بعزمك. بعزمك اللي هي ليها علاقه بالتو، يبقى تي ابوستروف. جو تنفيت ا جوي او فوت افيك موا او ستاد، اللي هي الاجابه نيميرو بي. 7، جيم فير كانوينج. تمام، كلمه كانوينج كلمه ماسكولين، فهتاخد دو كانوينج، الاجابه نيميرو بي. 8، سي تون ايدي. كلمه ايدي كلمه فيمينه، وجايه هنا سنجوليه مش بلوريال، فهتاخد بون ايدي، اللي هي الاجابه نيميرو دي. نيميرو 9، لسبور اكستريم سي بلو كو لسبور كلاسيك. السبور اكستريم الرياضات الخطيره ايه اكتر من الايه؟ من الكلاسيك. لسبور اكستريم هي كلمه ماسكولا، ماسكولا وكمان
بلوريال، فهتبقى موتيفان اللي هي اول واحده خالص، عشان موتيفانت دي فيمينين بلوريال، موتيفان دي ماسكولين بس سنجولي، موتيفانت فيمينين بس سنجولي. طبعا هنا ايه موتيفان اللي هي الاجابه نيميرو ا. نيميرو 10 جو تروف لو دلتا بلان. بالنسبه للدلتا بلان، لو دلتا بلان كلمه ماسكولين سنجولي، مين فيهم الماسكولين سنجولي؟ هي دانجورو. تمام، الاجابه نيميرو ا. 11. Mes parents fêtent leur mariage. Je apporte des gâteaux. Apporter من الفربات اللي بتاخد ايه؟ COE اللي هو الوي ولور. وبما انهم ايه؟ Mes parents اهلي، يبقى je leur apporte des gâteaux. كادو اللي هي الاجابة نيميرو A. 1. برضو ستيل في الجرامير. نيميرو 1 هنا tu ne vas pas à la bibliothèque، برضو نفى، فعايزه اقول له ان انا بحب الرياضه، يبقى بلا، يبقى سي اللي هي الاجابه نيميرو دي. نيميرو 2 vous allez patinoire. patinoire كلمه فمينه، يبقى à la patinoire اجابه نيميرو بي. genre de sport est extrême. genre كلمه masculin، هتاخد ce genre. تمام، إجابة نيميرو A. 4. Vous devez du sport. devez ده فيرب اوريدي اتصرف ايه؟ مع vous. vous devez يعني you must، يجب عليك، وانا اوريدي ده فيرب اسمه فيرب devoir، انا صرفت اوريدي مع ال vous. يبقى احنا عندنا قاعدة بتقول ان اي اتنين فيرب الاولاني هيجي متصرف مع ال مع السوجي بقى، مع السبجكت اللي موجود، والتاني هيجي في الانفينيتيف زيك ايه؟ فير، اللي هي الإجابة نيميرو A. نيميرو 5 tout le monde venir à la fête. tout le monde يعني كل الناس. تمام، بس انا ايه بتعامل معاها على اساس ان ايه؟ ان هي حاجه واحده. خلاص، يبقى دوا اللي هي الاجابه نيميرو دي. tu ne veux pas sortir. je préfère rester à la maison. انا هنا دلوقتي ما بفضلش الخروج، فانا عايز اقعد في البيت، يبقى هقول له ايه؟ No, je préfère rester à la maison. أنا عايز أقعد إيه؟ في البيت. 7. Passe le ballon. تمام، عايز أقول له مرر إيه؟ مرر له الكورة. verb passer من ضمن الفربات اللي بتيجي بعديها lui أو leur، يبقى passe lui le ballon. 8. Vous invitez Pierre. Oui, nous invitons. فيرب انفيتي. تمام، مش من ضمن الفيربات اللي بتاخد لوي ولار، يبقى ايه؟ نو لانفيتون اجابه نيميرو بي. لا لوت اي لا بوكس سون دي سبور. سبور كلمه ماسكولين، تمام، وبس جايه هنا اخرها اس، جايه بلوريال، فهتاخد فيولون اللي هي الاجابه نيميرو دي. 10. انتو ريغاردي لي فيلم داكسيون. بتحب تتفرج على افلام الاكشن. جيم سي فيلم بيحبها، يبقى ايه؟ سي جيم ريغاردي سي فيلم. نيميرو 11. فو نيت با بري بور ليكزامان. اون اي بري، هما جاهزين. تمام، يبقى ايه؟ نو سوري سوري، سي اون اي بري، احنا جاهزين. بلا، احنا جاهزين. نكمل، وغالبا برضه هيبقى جرامير. برضو شوازي. نيميرو 1 اون افوار اون راكيت بور فير دو تنس. اون بتتعامل معاملة الإل والال في التصريف، يبقى اون دوا اللي هي الإجابة نيميرو دي اللي هي آخر واحدة اللي بتي. نيميرو 2 فو ايكوتي لي كونساي دو لونترينور. فيرب دوفوار مع فو، يبقى فو دوفي، فو دوفي اللي هي الإجابة نيميرو بي. نيميرو 3 لونترينور ريفوار لا استراتيجي. تمام، لونترينور ده إل، إل وقال مع فيرب دوفوار بياخد دوا، دوا اللي هي بالإي بالتي، الإجابة نيميرو أ. 4. Les joueurs de votre équipe en pleine forme. عايزة أقول إنه إيه؟ les joueurs، les joueurs دول اللاعبين، يبقى لو شلتها هحط إيل افيك إس، إيل افيك إس مع فيرب إتر اللي هو هيبقى سان، الإجابة نيميرو سي. تمام، 5.
J'adore le ski المفروض ان كلها فيرب ادوري. طبعا انا هنا بشيل ال ER مع فيربات البريمي جروب ومع الجو بحط ايه E اللي هي j'adore. الاجابة نيميرو دي. نيميرو 6 نو براتيكي سو سبور. فيرب دوفوار مع مع نو هياخد دوفون. نو دوفون براتيكي سو سبور. الاجابة نيميرو بي. تمام. لو في اي مشكلة في اي حاجة او انا سرعت شوية في شرحها او افتكرت ان في حد الناس كلها فهماها وفي مشكلة فيها ياريت تكتبولي في كومنت وانا ارد عليكو على طول. نيميرو 7 فو مايو دو سبار. تمام. عايزة اقول فو ده امر كده لبني ادمين كتير يبقى متي او زد. الاجابة نيميرو ا. ويت سي سبورتيف فينير تو توس. سي سبورتيف. سبورتيف دول بلوريال. إلا افيك اس. إلا افيك اس يبقى دواف اللي هي الإجابة نيميرو بي. نيميرو 9 لي سبور كلاسيك سي. عايزة أقول سي سوبر رائعين. تمام. يبقى سي سوبر. الإجابة نيميرو سي. 10 جو رونتري افون 10 دو سوار. يبقى جو دوا اللي هي بالاس. جو و تو دوا بياخدوا اس. الإجابة نيميرو بي. 11 نو او جيمناز. تمام. يبقى نو زونترينو او جيمناز. اجابة نيميرو بي. نكمل برضو اسئلة جرامير. نيميرو 1 تو ات ا لور. فيرب دوفوار مع تو هيبقى دوا اللي هي الاجابة نيميرو بي. جو لو بالون ا توماس. تمام. جو مع فيربات البريمي جروب بحط او في الاخر اللي هي الاجابة نيميرو دي. نو دي يوغا. نو مع فيرب فير يبقى نو فيزون دي يوغا. اجابة نيميرو بي. نيميرو 4 إلا افيك اس لور باسكت. إلا افيك اس هيبقى تاخد برن او ان تي. اجابة نيميرو بي. سارة اي مونا دو جيمناز. سارة ومونا إلا افيك اس بنات هيبقى فيان اللي هي الاجابة نيميرو سي. تمام. هنكمل برضو هيبقى جرامير. ال دي باسكت بور جوي. تمام. ال مي اللي هي بالتي. اجابة نيميرو دي. ده فيرب متر اللي هو يضع كذا. ست تو تون لي افون دو سورتير. تو في اللي بالاس. جو تو بياخدو في بالاس. إجابة نيميرو A. 8 نو ان تاكسي بور اريفي الور. نو برونو او ان اس عشان النو. إجابة نيميرو B. 9 il pratique un sport pour être en forme. il avec s يبقى دواف. إجابة نيميرو D. 10 les joueurs des survêtements pour s'entraîner. les joueurs لو شلتها حط il avec s. il avec s هتبقى بورت بال E N T. الإجابة نيميرو C. رامي بوكو بور غاني لو ماتش. رامي il s'entraîne. s'entraîne طبعا اللي بال E عشان هو بني ادم واحد. يبقى الاجابة نيميرو C. نكمل برضو اللي جاي عندي ده جرامير. sport to M. تمام. عايزة اقول له which sport ايه هي الرياضة اللي انت بتفضلها. يبقى كال sport to M. اجابة نيميرو D. دو اي فوتر اوبينيون. تمام. كلمة اوبينيون كلمة فامينا اون اوبينيون. تمام. فهو ده اوبينيون واحد. يبقى كال الاجابة نيميرو بي اللي هي دوبل ال او بتاعت الفامينا. نكمل. تروا اي سو فيلو. تمام. عايزة اقول بتاعت مين. يبقى اكي اي سو فيلو اللي هي الاجابة نيميرو بي. 4 ايكيب انكوراج تو. تمام. عايزه اقول كال ايكيب انكوراج تو. كلمه ايكيب كلمه ايه فيمينا. يبقى كال ايكيب انكوراج دو اون ايكيب بقول. اجابه نيميرو سي. 5 تو فا او ستاد. تمام. عايزه اقول له انت هتروح ازاي الاستاد بقى هي وسيله يعني. يبقى كومون تو فا او ستاد. الاجابه نيميرو ا. 6 فوا تو فا او ستاد. فوا دي على طول يبقى كومبيان دو فوا كم مرة يعني. تمام. يبقى أول ما أشوف فوا لازم أحط كومبيان دو. الإجابة نيميرو سي. ست باسكت تو فا أشتي. تمام.
عايزه اقول له باسكت هنا كلمه طبعا ماسكولين وجايه ايه بلوريال، يبقى كل اللي بقى لواحده، وقس الاجابه نيميرو بي. ويت تو تروف الاسكالاد، عايزه اقول له انت ازاي شايف السلم، سوري ازاي شايف التسلق على التسلق على الجبال، يبقى كومون تو تروف هاو، تمام الاجابه نيميرو ا. نف تو نيم با لا لوت، ليه عايزه اقول له ليه انت مش بتحب اللوت، يبقى بوركوا اجابه نيميرو سي. كومونس لونترينمون، عايزه اسال كومونس يعني ستارت يبدا، يبقى الوقت على طول، يبقى اكالور كومونس لونترينمون اللي هي الاجابه نيميرو بي. أسئلة دليل التقويم برضو ليها علاقة بالإيه، بالجرامير. بيقول لي tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année, je vais faire une grande fête، يبقى ايه برضو ne pas، وانا موافق مش موافق على الكلام اللي هو بيقوله، يبقى هقول سي اللي هي الإجابة نيميرو سي. دو vous ne pouvez pas faire ce travail, je peux le faire، تمام يبقى برضو سي je peux le faire، انا اقدر اعمله. 3 vous n'allez pas sortir, nous allons sortir، انا هعمل كده، يبقى سي برضو nous allons sortir. tu fais ton devoir, je ne le fais pas، انا ما عملتوش، يبقى non je ne le fais pas، عملت واجبك لا ما عملتوش. tu ne vas pas à la piscine, je déteste la natation، انا بكره الرياضه، يبقى ايه نو جو ديست لا ناتاسيون. 6 مو دو جو سيل فو بلاي، تمام اديني عصير لو سمحت، يبقى ايه دوني موا الاجابه نيميرو بي عشان فيها ريسبكت. تون فا با ريغاردي لو ماتش على تيلي، جو في او ستاد، مش هيتفرج على التلفزيون هو بيتفرج في ستاد، يبقى نو جو في او ستاد الاجابه نيميرو بي. 8 تو فو الي او سينما، بوركوا با، ليه لا عايز تروح السينما، ايه ليه لا، يبقى ايه وي بوركوا با، يبقى نعم ليه لا الاجابه نمرو ا. جيم لو كاراتيه، جو سوي لسبور اكستريم، انا بحب الكاراتيه، يبقى انا مع او ضد، يبقى بور لسبور اكستريم يعني انا مع الرياضات الايه العنيفه. طب لو انا ضد يبقى هقول كونتر، تمام بس انا هنا هقول بور عشان انا بجيم بحب، يبقى الاجابه نمرو بي. نكمل. نيجي على بارت البرودكشن اللي انتوا بتاخدوها الدوفوار، ويا ريت نعمل الدوفوار. هقول لكم على حاجه يمكن تغيره شويه، يمكن يعني اما نشوف. بجد 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 يا سينيور 3 انا بنزل الفيديو بتاع سينيور 2 من هنا، ما بلحق اكمل نص ساعه بالكتير والاقي الولاد بداوا يحلوا الدفوار، انا معرفش انتوا مبلطين فيها ليه يعني، ومقررين ان انتوا مش هتحلوا دفوارات، بس يعني ده هيفيدكم. انا عارفه ان انتوا طبعا ثانويه عامه، وعارفه ان في زحمه كتير في الموضوع، بس ده براتيك ليك، وحتى ايفن لو انتوا متابعيني واوريدي بتاخدوا درس فرنسي بره ده براتيك، لو انت مسابقني برضو ده براتيك على اللي فات، تمام. فحلوا الدفوار وخدوا رايي في الموضوع، يعني يمكن افيدكم في حاجه اكسترا ولا حاجه، تمام. يبقى هنا هنشرح ايه ده. سالو تو جو او تنس او او بادمينتون او تو لو براتيك وكا، يبقى تجو او تنس او بادمينتون، انت بتلعب تنس ولا بادمينتون اللي هو الكره الريشه دي، او تو لو براتيك وبتمارسها فين وكان وامتى. اجابه بي سالو برضو هاي تو سي سي لا بريمير فوا كو جو باردون جاي صوت tu sais c'est la première fois que je vais au gymnase، انت عارف دي اول مره اروح فيها جيمناستكس. alors qu'est-ce que je dois mettre، انا ممكن البس ايه، يبقى ده اول كيستيون. à quel entraînement commence، امتى اول مره التدريب بيبدا، وايه combien comment est l'entraîneur، والمدرب عامل ازاي، يعني لذيذ كده ولا مش لذيذ، تمام. ممكن بقى نستخدم مثلا لو هو لذيذ نستخدم سيمبا، لو هو مش لذيذ وعصبي مثلا نستخدم نيرفو، تمام. نيجي بقى للبرودوير هنا.
بيقول لي كلكو كوبان سون بور لي سبور اكستريم، كذا حد من صحابك مع السبور اكستريم الرياضات الخطيره، مي دي زوتر سون كونتر سي سبور، والاخرين منهم ضدها. اكريفي لي زافي دو تروا دو سي كوبان، اكتب وجهه نظر ثلاثه من ايه من اصدقائك من الموافقه والرفض. طبعا numéro 2 vous invitez des copains français à visiter l'Égypte pendant les vacances. عزمت صحابك الفرنسويين ان هم يزوروا مصر اثناء الاجازه. écrivez les réponses positives ou négatives de cette invitation، اكتب اجاباتهم او انطباعاتهم السلبيه او الايجابيه عن ايه الدعوه دي، تمام، سواء هيقبلوها بالموافقه او بالرفض. تمام، هستنى الدوفوار يا سينيور 3 تحلوه، غير شويه من صحابكم الصغيرين. برضو هنا عندي دوفوار حلو كده جميل لذيذ زي الفل كده، عندي برضو دوكيمون تانية. اكريفي دول بقى مهمين جدا جدا لان هما بيجوا من نماذج الامتحانات وبيجوا من الامتحانات السنين اللي فاتت ونموذج اللي هو دليل التقويم بتاع الطالب. écrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faire du sport. اكتب ثلاث شعارات عشان تحس اصحابك ان هم يلعبوا سبور، فيهم كلمه براتيكي وسبور مانجي وسويفر وجوي. تمام، numéro 2 pourquoi le sport est-il important. الرياضه مهمه جدا. اي كال جور دو سبور فو براتيكي، وايه نوع الرياضات اللي بتمارسها. برضو عايزه ادخل كلمه اكتيفيتي، كلمه نيسيسير، وكلمه سونتريني. ولو في حاجه متكرره في السوجيهات ما تحلوهاش تاني، يعني نكتفي بحاجه واحده من الحاجات لو هي متكرره. numéro 3 بيقول لي vous êtes une personne sportive، انت شخص رياضي. quel genre de sport vous faites، بتلعب رياضه ايه و pourquoi وليه. ولازم ادخل فيها كلمه كومبيتيشن، مسابقات، و انترينور ومدرب، وكلمه اورير يعني مواعيد. 4 pour gagner le match، عشان اكسب الماتش، qu'est-ce que les joueurs doivent faire، ايه هي الحاجات اللي لازم يعملها اللاعب. طبعا سونتريني، تدربوا اكيب فريق، وريسبكتي يحترم. دول الكلمات اللي انا ايه هستخدمها. بيقولي كيل سون لي ديفيرون سبور لو بلو كونو دون فوتر بي، ايه هي الرياضات الكتيره او المتنوعه اللي موجوده والمعروفه اللي موجوده ايه في بلدك. كيل سبور بريفيري فو وبوركوا، تمام، وايه هي الرياضه اللي بتفضلها وايه وعشان ايه. ولازم استخدم كلمه براتيكي، امبورطون، وايه وسونتي اللي هي الصحه. نيجي بقى للاكزامان اللي هو لميم يونيتي 3 بس، سوري لسون 3 بس، ده مش هو ده اللي لميم يونيتي كلها. لميم يونيتي كلها بعد ده ما يخلص. تعالوا نشوف الدوكيمون. هنا بيقولي لي فاكونس الرحلات. ام لو بروفيسور دي ديوكاسيون فيزيك سبورتيف او بي اس بروبوز او زيليف ان كامب دو سبور على مونتاني بور لي فاكونس دو مياني، مدرس الالعاب الرياضيه بيقترح على الطلبه كامب في كامب رياضي في الجبل في خلال ايه اجازه نص السنه. فوالا لي زافي دي زيليف، وهم دول اراء الايه الطلبه بخصوص الكامب ده. مين بقى اراء مين؟ ماتيلد، زوي، كاميل، وكلير، تمام، والاربعه ايه بنات. ماتيلد قالت سي سوبر، جو فيان دو كومونسي دي كور دو سكي، جو سي كو دو سكي تو سكي توا اوسي زوي، رائع جدا، انا لسه هبدا ايه اخد فصول او حصص تزحلق على الجديد. انتي بتعرفي انتي كمان تتزحلقي ايه، صح يا زوي؟ فزوي ردت وي جادور سبور، انا بحب الرياضه دي جدا. جيم الي فيت، انا عايزه اروح بسرعه. صوتي جي اون بون تكنيك، عايزه اروح ونط، وعندي ايه تكنيك جميله جدا. جو في دو سكي دوبوي 4 ans، انا بمارس رياضه الزحلق على الجليد من 4 سنين. اتوا كاميل، وانتي كاميل. كاميل قالت جو تيست سو سبور، انا ما بحبهاش، مي جادور لو باتان، بحب الايه الباتان اكتر. هو ما فيش فرق فظيع يا اولاد ما بين الاثنين اصلا، ما فيش فرق تقريبا ما بين الباتان وما بين السكي،
بس ممكن الباتان يبقى الموضوع شوية ليه علاقة بانه كمان بيقعد ويعمل حاجات ويزحلق على اللي هي البتاع الكبيرة دي اللي شبه المركبة وكده يعني، لكن هي برضو ستيل تزحلق على الجليد. il y a une patinoire dans ce camp. في باتينوار في الكامب ده. et toi Claire le ski tu l'aimes؟ انت كلير بتحبيه؟ كلير قالت oui mais la vitesse me fait peur، بس السرعة ايه بتخوفني. j'aime aussi la randonnée، وانا كمان بحب الايه الراندوني. تمام. البروفيسور بقى بروبوز ا سيز ليف دالي على كومباني يروحوا الريف، ولا دالي على مير يروحوا البحر، ولا دالي على مونتاني يروحوا الجبل، ولا دالي او جيمناز يروحوا صاله الايه الجيمنيزيوم. طبعا دالي على مونتاني. الاجابه نمبر بي. سيز ليف بارلي دو، الولاد دول بيتكلموا عن لور جو سكولير، ميولهم بس الدراسيه، لور افي سور ان سبور وجهه نظرهم في رياضه، ولا le lieu préféré pour passer les vacances، ولا المكان المفضل لتقضية الأجازة، ولا l'équipement nécessaire pour faire du ski، ولا الأشياء اللي محتاجة عشان أعمل سكي. طبعا إيه عن آرائهم في الرياضة دي، يبقى دي إجابة نمبرو ب اللي هي leurs avis sur un sport. نكمل. بيقول لي سي بيرسونز فون فير دو كامبينج، البيرسون دول هيعملوا كامبينج لويك اند، في الويك اند، ولا توت لاني، ولا كل السنه، ولا اون فاكونس ديتي، ولا في اجازه الصيف، ولا اون فاكونس دو مي اني، ولا في اجازه نص السنه. طبعا في اجازه نص السنه الاجابه نيميرو دي. بيقول لي زوي براتيك بيان الباتان ولا الراندوني ولا سكي ولا ناتاسيون. طبعا انا مش فاكره زوي طبعا كانت بتبراتيك ايه. تمام. لا زوي كانت براتيك الايه السكي مع صاحبتها التانية اليمني روسي. كلير ابر، كلير بتخاف من ايه؟ كلير بتخاف من السكي. تمام. كلير بتحبها بس بتخاف من ايه؟ من السرعة. الاجابة نمرو بي. نيجي هنا. زوي بريفير فير دو سكي باسكو ال لا فيتيس، زوي بتفضل تعمل سكي علشان هي ايه بالنسبه للفيتيس. تمام. هي ما بتهمهاش الفيتيس، يبقى ايه بتعشقها، بتحب الفيتيس، يبقى ادور. الاجابه نمرو ا. كاميل بريفير براتيكي ايه، كاميل بتفضل تمارس ايه؟ تعال نشوف كاميل كده بتحب الايه الباتان. الاجابه نمرو بي. في دوكيمون تاني اهو يا شباب، بيقول لي بوركوا فير دو سبور، ليه امارس الرياضه. Mes parents me demandent d'arrêter la télé pour aller faire un tour à vélo. أولياء أموري أو بابايا ومامتي طلبوا مني إن أنا أوقف فرجة التلفزيون عشان أعمل إيه لفة كده بالعجلة. مي كوبا مي بروبوز إن فوت لو ساندي أبري ميدي، وأصدقائي اقترحوا عليا إيه ماتش فوتبول يوم السبت بعد الظهر. مي بوركوا تو لو موند فوتيل فير دو سبور، بس ليه كل الناس عايزه تلعب سبور. فير دو سبور ا دي زيفي بوزيتيف سو الكار، ان انا امارس رياضه ده عليه ايه حافز او حاجه ايجابيه بالنسبه للجسم. على ادوليسانس في المراهقه لو كار شانج بوكو ايفيت، الجسم بيتغير بسرعه وكتير. Le sport peut alors être le moyen de se familiariser avec ce nouveau corps. الرياضة من الوسائل اللي بتخليني أتعود بسرعة على الجسم الجديد ده. Les activités sportives sont aussi des occasions de rencontrer des gens en dehors de l'école. والأنشطة الرياضية بتخلي لي مجال إن أنا أقابل ناس جديدة من برا المدرسة. Du travail et de la famille، ومن برا كمان العمل ومن برا العيلة. Dans tout sport، في كل رياضة، il y a des règles de jeu، في طبعا قواعد للعب.
Les recherches montrent que les jeunes qui pratiquent régulièrement une activité physique arrivent mieux à se concentrer. الأبحاث بتقول إن الشباب اللي بيمارسوا باستمرار رياضة فيزيك، رياضة فيها مجهود، رياضة بدنية يعني، arrive mieux à se concentrer، بيقدروا يركزوا أحسن من الناس التانية. تمام. تيو طبعا كانت ملغمة بالفوكابولير دي. les parents conseillent à تيو، الأهل تيو بيحسوا على ايه، بينصحوا بايه؟ دو ريغاردي لا تي في، بيتفرج على التلفزيون، ولا دو ريستي على ميزون، ولا ان يقعد في البيت، ولا دو فير دو سبور، يعمل رياضه، ولا دو نبا رونكونتري لي زادو، ولا ما يقابلش اصحابه. طبعا ايه نيميرو بي اللي هي دو فير دو سبور. سولون سو دوكيمون السبور دي ايه n'est pas utile pour la santé، مش مهمة للصحة، ولا a des effets négatifs sur le corps، ولا عندها آثار سلبية على الجسم، ولا a des effets positifs sur le corps، ولا عندها آثار إيجابية على الجسم، ولا إيه دونجورو، ولا خطيرة. طبعا الإجابة نيميرو دي اللي هي بي، سوري، اللي هي إيه، عندها حاجات إيجابية على الجسم. Dans tout sport، في كل لعبة، il y a des règles de jeu، في قواعد اللعب، ولا il n'y a pas de tenue nécessaire، ولا مفيش لبس مخصص، ولا il n'y a pas de règles de jeu، مفيش قاعدة للعب، ولا il y a un ballon، ولا في كورة. طبعا في كل سبور il y a une règle de jeu، في قواعد خاصة للعب. الإجابة نيميرو 11. Les amis de Théo lui proposent de faire صحاب تيو بيقترحوا عليه انه يعمل تنس، ولا فوتبول، ولا فيلو، ولا سكي. طبعا انا الحمد لله مش فاكره حاجه زي كده، فتعالوا نشوف الاصدقاء. بيقولوا له ايه. مي بارون دوموند علي على تيلي بور الي فير ان تور ا فيلو، مي كوبي مي بروبوز ان فوت. يبقى اصدقائه بيقترحوا عليه ايه، انه يلعب فوتبول. يبقى دو فوتبول الإجابة نيميرو بي. 12. براتيكي اون اكتيفيتي فيزيك نو بيرمي، ان انا امارس رياضة بدنية، تمام، او يعني فيها مجهود، بيخليني دو نو كونسنتري، بيخلينا نركز اكتر، ولا دو بيان ريغاردي لا تي في، ولا ان احنا نتفرج على التلفزيون، ولا دو دورمير توت لا جورني، ننام طول اليوم، ولا دو رونكونتري لي زامي، ولا نقابل اصدقائنا. طبعا دو نو كونسنتري، ان احنا نركز كويس. انا بقى اللي عايزه دورمير توت لا جورني بصراحه، انا اللي نفسي انام طول اليوم. نيميرو 13. Les activités sportives sont une occasion de، الألعاب الرياضية أو الأنشطة الرياضية دي مناسبة لإيه بالظبط؟ تعالوا نشوف كده. occasion de إيه؟ هي occasion أهي de rencontrer، مناسبة كويسة إني أقابل إيه؟ أشخاص جديدة. طب تعالوا نشوف الاختيارات. بيقول لي إيه؟ رستي لونج تون على ميزون، أقعد كتير في البيت، ولا رونكونتري دو نوفيل بيرسون، ولا أقابل أشخاص جديدة، ولا رونكونتري لي زامي دو ليكول سيلمون، ولا أقابل أصدقاء المدرسة فقط، ولا باسي أون بيل سواري أون فامي، ولا أقضي أمسية كويسة مع العيلة. طبعا رونكونتري دو نوفيل بيرسون، إني أقابل أشخاص جديدة. الإجابة نيميرو بي. 14. تيو بارل، تيو بيتكلم، دو سون سبور بريفيري، الرياضة المفضلة بتاعته، ولا دي جور دو سبور، ولا أنواع الرياضة، ولا دو لامبورتونس دو سبور، ولا أهمية الرياضة، ولا دي سبورتيف سيلبر أون إيجيبت، ولا الرياضيين المهمين أو المشهورين في مصر. طبعا ده تقريبا إيه، أهمية الرياضة، اللي هي إجابة نيميرو طبعا بي. تمام. تعالوا نشوف بعد كده الاكزامان ده اكيد هيبقى فيه سيتويشن. اخيرا خلصنا ايه البارتي بتاعه الدوكيمون، دخلنا على السيتويشن. هنا بيقول لي ايه بقى. votre ami vous propose de faire de la natation، il dit، صديقك بيقترح عليك انك انت تمارس رياضه السباحه. فبيقول لك la natation c'est super، السباحة فظيعة. ça te dire de faire de la natation، تحب تلعب سباحة. non je ne veux pas faire de la natation، ما حبش ألعب سباحة، ولا جيم la natation، ولا بحب السباحة. دلوقتي صديقك ايه بيقترح عليك انك تعمل كذا، فبيقول لك ايه، ça te dire de faire de la natation، تمام معاك تعمل سباحة. الإجابة نيميرو بي. 16. votre camarade vous demande comment vous trouvez l'escalade،
صديقك بيسألك عن رأيك في رياضة الاسكالات التسلق فوديت، فبتقوله الفو انكارد بور فير الاسكالات، لازم يبقى معايا حبل عشان اعمل تسلق، ولا اونفي دي الاسكالات على مونتاني، ولا بتسلق على الجبل، ولا امون افي سي ان سبور دونجورو، ولا من وجهة نظري دي رياضة خطيرة، ولا كاسكي الفو بور فير دو الاسكالات، ايه الاشياء اللي انا محتاجة عشان امارس الاسكالات. طبعا هو بيقول لك انت بتشوفها ازاي، فانت هتقول له امون افي من رأيي سي ان سبور دونجورو، رياضة خطيرة، اللي هي الاجابة نيميرو سي. دي ست فوتر كاميرات فو دوموند سو كونو utilise pour faire du delta plan vous dites. صديقك بيسألك ايه هي الاشياء اللي انا بحتاجها علشان امارس الدلتا بلان، فانت بتقول له on utilise un appareil de vol à voile، بستخدم جهاز علشان انه يطير يعني، on utilise une corde او بستخدم حبل، و vous utilisez un bateau à voile، بستخدم مركبة فيها شراع، ولا on utilise une planche à voile، ولا بستخدم planche à voile برضو مركبة كده اللي هي بيمسكوا فيها بيجروا يعني فيها في الميه. طبعا الدلتا بلان ده بالنسبه لي فولا فول، ده انا بطير في الهواء. الدلتا بلان ده انا ايه بطير في الهواء، اللي هو الرياضه اللي انا بنزل بطير كده ايه في الهواء من الطياره ولا حاجه، يبقى فولا فول طبعا. الاجابه نيميرو ايه 18 vous exprimez votre souhait vous dites، بتتكلم عن الاماني بتاعتك او الحاجه اللي انت بتتمناها، فبتقول je vais aller au gymnase، احب اروح هروح الايه الجيمناستيك، on va jouer au foot، انا هلعب فوتبول، ولا je veux être un grand footballeur، انا نفسي اكون لاعب كرة كبير، ولا le sport c'est ma passion، ولا الرياضة دي شغفي. طبعا ده سوي، ده امنية، حاجة امنية، يبقى الاجابة نيميرو بي ان هو عايز يبقى ايه grand footballeur. دي 19 vous avez une course، l'entraîneur vous donne un conseil، il dit عندك سباق والمدرب بيقول لك بعض النصايح، فبيقول entraîne toi bien، اتمرن كويس، j'ai une course au stade، عندي سباق في الاستاد، quand la course commence، امتى السباق بيبدا، ولا il entraîne les joueurs، ولا بيدرب اللعيبه. طبعا entraîne toi bien، مرن نفسك كويس، الاجابه نيميرو A. 20. Vous invitez votre ami à aller avec vous au stade. Mais il s'excuse. Il dit عزمت صديقك انه هو يروح معاك الاستاد، بس هو اعتذر، فبيقول لك Je vais venir avec plaisir. انا جاي بكل سرور. Mon frère aime beaucoup aller au stade. اخويا بيحب جدا يروح الاستاد. Merci. Je vais faire des recherches à la bibliothèque. شكرا، بس انا هعمل ابحاث في المكتبة، ولا Je vais au stade، ولا اجي الاستاد. طبعا انت بتعتذر، فبتقول له ايه ان انت هتعمل ابحاث في المكتبه، اللي هي الاجابه نيميرو سي، ميرسي جو في فير دي ريشيرش على بيبيوتيك. 21 فوتر امي فو دوموند كيل سبور كلاسيك فو زيمي فو ديت، صديقك بيسالك عن الرياضه الكلاسيكيه، الرياضه اللي هي مش خطيره اللي انت بتحبها، فبتقول له سي لو باسكت، الباسكت بول، ولا جادور لا لوت، بحب رياضه اللوت، ولا بور موا جيم الاسكالات، بحب الاسكالات، بحب التسلق، ولا جيم بقول رافتنج، ولا بحب رافتنج. طبعا اكتر رياضه، ولا لوت ولا رافتنج ولا اسكالات، كل دول رياضات خطيره، الوحيده الكلاسيك كده الهاديه الجميله سي لو باسكت بول طبعا، او الباسكت. الاجابه نيميرو A. 22 votre ami vous demande le canoeing c'est quoi vous dites ال صديقك بيسألك الكانوينج دي عبارة عن ايه، تمام، فانت هتقول له ستين سبار اكستريم، رياضة خطيرة، ستين سبار كلاسيك، رياضة تقليدية، ولا ستين سبار كامل، ولا رياضة هادية، ولا ستين سبار الكترونيك، ولا رياضة بس الكترونية، كنت بقى عن طريق الكمبيوتر ولا حاجة. لا طبعا الكانوينج ده حاجة من الحاجات الخطيرة جدا، ان انا اتسلق العبور الوديان ده حاجة خطيرة جدا، يبقى سيتين سبور ايه اكستريم، الاجابة نيميرو
23, vous demandez à un copain pourquoi il est avec un moniteur, il dit. بتسأل حد من أصدقائك ليه هو معاه حد مراقب عليه أو معاه حد supervisor عليه أو مدرب معاه، فبيقول لك je fais du football، أنا بلعب football، ولا je fais du basketball، ولا أنا بلعب basketball، ولا je fais une randonnée، ولا أنا بعمل randonnée، ولا je fais du canoeing، أنا بعمل كانوينج، بعمل عبور للوديان. طبعا هي اخطر حاجة موجودة هنا هي الايه، الكانوينج، فهي دي اللي انا ايه هحتاج فيها مونيتور. الاجابة نمرو دي. Vous demandez à votre copain où il va pour faire du ski. بتسأل صديقك هو بيروح فين عشان يمارس رياضة التزحلق على الجليد، فإيل دي هو بيقول لك je vais aller au stade، رايح الاستاد، je vais pratiquer sur la route، همارسها في الشارع، sur des pistes à la montagne، في الجبل، ولا je vais au gymnase، رايح الجيمنازيوم. طبعا انا ممكن ايه sur les pistes à la montagne، ممكن اعملها ايه في أماكن مخصصة بس موجودة فين، في الجبل، تمام، التزحلق عموما. الجرامير، نو جوان فولي بول، فولي بول كلمة ماسكولين فهتبقى او فولي بول. الإجابة نمرو بي. Ma sœur, nous achetons un cadeau. Ma sœur, verbe acheter. من الفربات اللي بتاخد لوي ولور، يبقى لوي achetons un cadeau. Cette raquette est ta، عايزة أقول بتاعي ولا بتاعك، يبقى بتاعك، بتاعك أنت الراكيت ده، يبقى c'est à toi. إجابة نمرو دي. Tu trouves la box، عايزة أسأله عن وجهة نظره في البوكس، فهتبقى comment tu trouves la box. إجابة نمرو سي. Ce n'est pas compétition très original. تمام، كلمة compétition كلمة فمينو، وهنا طبعا عندي نيجاسيون بس الفيرب اتر، فيرب اتر ما بيتغيرش، يبقى une compétition très original. الإجابة نمرو ب. Tu es pour contre cette opinion، عايزة أقوله أنت مع أو ضد، أو دي اللي هي أو اللي هي الإجابة نمرو أ، pour أو contre. نيميرو 31، il n'aime pas genre d'activité، ne veut pas، برضه مش مهم بالنسبه لي لان الاجابات سو سات سات سي. كلمه جار كلمه ماسكولين، يبقى سو جار الاجابه نيميرو ا. نو ديفون سي مايو، تمام، نو ديفون، انا صرفت اوريدي فيرب دوفوار مع نو، يبقى الفيرب اللي بعديه هيجي في الانفينيتيف، انفينيتيف يعني متر، اللي هي الاجابه نيميرو دي. On ne joue pas, je vais lire. تمام، هنلعب، لا انا ايه هقرا، يبقى non je vais lire. اجابه نيميرو ب. Il m'attendre ici، il avec s يبقى doivent. اجابه نيميرو ا. L'escalade est aussi que le delta plan. L'escalade est بالنسبة للدلتا بلان، الاثنين منيلين دونجورو طبعا، يبقى l'escalade masculin، يبقى dangereux que le delta plan اللي هي ايه نيميرو ا. تعالوا نشوف البرودكسيون، وده كمان عليكم دوفوار يا شباب. بيقولي سالو هاي، كيل سبور ايه اكستريم بور توا، ايه هي الرياضة الخطيرة من وجهة نظرك؟ تو ايه بور او كونتر سو سبور، انت مع او ضد الرياضة دي؟ ايه بور كوا، هو ليه؟ بالنسبة للرايتنج بقى، افو كوبان اكسبريم لو رافي سور لو سبور بريفيري، صديقك بي اصدقائك بيعبروا عن وجهة نظرهم من عن الايه الرياضات المفضله بالنسبه لهم. اكريفي سي زافي، اكتبوا عن وجهه نظرهم دي. في واحد تاني بيقول لي فوز انفاي ان ايميل ان ميل ا فوتر كوبان بو لوي بارلي دو لامبورطونس دو فير دو سبور، بتبعت ايميل لصديق من اصدقائك عشان تكلمه عن اهميه انه يلعب رياضه. هنتكلم في ده وهنتكلم في ده، تمام. تعالوا نكمل، تقريبا كنا داخله على الامتحان بتاع الايه الوحده كلها، فعلا انا داخلين على الامتحان بتاع الوحده كلها،
عشان ان شاء الله المرة الجاية نبدأ في يونيتي 2. تعالوا نشوف ده الديالوج ما بين كاميل وبولين وماتيلد والثلاثة بنات. بيقول لي كاميل: سالو اتوس، اهلا ايه كلكو، هاي جو في بارتير فير دو سكي لا سيمين بروشين، انا رايحة العب سكي الاسبوع الجاي. جي دو اوبسيون، عندي اختيارين، تيجن او فال دي سفير افيك اون جروب دو 25 ا 30 ans. راكونتي موا فوز اكسبيريونس سيل فو بلي. ان هي تسافر تيجن او فال دي سفير مع جروب من 25 ل 30 سنه، ان هي ايه احكولي تجربتكم لو سمحتوا. فبولين قالت بونجور تتوا الي افال دي سفير، سي جينيال، لازم تروحي مع فال دي سير، جينيال، حلوه جدا. توت لي اكتيفيتي سبورتيف سون جرادويت، كل الالعاب الرياضيه مجانيه. دابور لو ماتان، الصبح، اون في دي كورس دو سكي، بنعمل ايه سكي. انسويت، وبعد كده لابريميدي، بعد الظهر، اون جو او فولي بول، بنلعب فولي بول. اون بلوس اليا بوكو دو ناتور، وفي كمان ايه مناظر طبيعيه كتيره. ماتيلدا قالت لها سوبر، تو باركا، ماشية امتى؟ جو بريفير فال دي سير، برضو بتفضل فال دي سير بور سكيني، عشان بور سكيي، عشان تعمل سكي. مي بارون اون تيم ابارتمون ا تيجن، عند اهلي عندهم شقة في تيجن، بس اون باس دون سيت ابارتمون ان موا شاك اني، بنروح نقضي هناك شهر في السنة كلها. Si tu décides de venir à Tigne, là où tu es Tigne, on peut se voir et faire des activités ensemble. Salut. ممكن نتقابل ونعمل activities مع بعض. Salut. Bye. Va faire du ski. مين اللي هيعمل سكي؟ معلش ثانية واحدة. كاميل تقريبا. كاميل هي اللي هتعمل ايه سكي السومين بروشين. يبقى الإجابة نيميرو سي. لا افال دي سير. Toutes les activités sportives sont، كل الالعاب الرياضيه اللي هناك طبعا جراتويت، مجانيه. الاجابه نيميرو ا. افال دي سير اون بو، ممكن نعمل ايه؟ فال دوفوار، نعمل الواجب، ولا فال دي سبور، ولا نعمل رياضه، ولا دو فال دي سنوبينج، ولا فال دي اكتيفيتي سكولير. طبعا نعمل رياضه، دي فال دي فال دي سبور، بنعمل كذا حاجه. كاميل فا سورتير فا بارتير، كاميل هتروح سول وحدها، ولا اون جروب، ولا في جروب، ولا افيك سون ليسي، ولا مع مدرستها، ولا افيك سي بارون، ولا مع اهلها. طبعا اون جروب احنا قلنا من 25 ل 30 سنة. نيميرو 5، كاميل دوموند ابولين اي ماتيلد لور افي، بيقولوا لها بتطلب رايهم في ايه، في سون لوك، في شكلها، ولا السبور كيل فو براتيكي، ولا الرياضه اللي عايزه تمارسها، ولا ليو او البو سكي سكيي، ولا مكان ممكن تروح تتزحلق فيه، ولا اون فيل فرانسيز، ولا مدينه فرنسويه. طبعا ليو او البو سكيي، مكان ممكن تمارس رياضه التزحلق فيه. 6، لي بارون دو ماتيلد فون اتيغنا، اهل ماتيلد بيروحوا تيجن بوندون لي فيت، اثناء الاعياد، ولا شاك موا، ولا كل شهر، ولا شاك اني، ولا كل سنه، ولا شاك شمان، ولا سمان، ولا كل اسبوع. طبعا الاجابه نيميرو بي، هما بيروحوا اسبوع في السنه، يبقى شاك اني كل سنه. لي بيرسون كي فون بارتير افيك كاميل بوتيتر ان، الناس اللي هتسافر مع كاميل ممكن يكونوا 28 ans 28 سنة، 40 ans 40 سنة، 39 ans 39 سنة، ولا 35 ans، ولا 35 سنة. هم احنا قلنا من 25 ل 30، فانا 28 معايا، يبقى 28 ans. الإجابة نيميرو A. تمام. خلينا نكمل برضو. دي دوكيمون بتتكلم عن السبور اكستريم، رياضات الخطيره. سور لا مير، في البحر، دون لو سييل، او في السماء، سور لا نيج، او في الجليد، سور لا تير، او في الارض. سبور اكستريم سون دي اكتيفيتي سبورتيف بارتيكولييرمون دانجوروز، الرياضات الخطيره او اللي فيها خطورة من الأنشطة المصنفة ان هي تكون خطيرة.
تمام. فوسي كالكوس بار اكستريم، ودول بعض الرياضات الخطيره، لو فيلو تو تيران او الفي تي تي اللي هي ابلي اوسي لو فيلو دو لا مونتاني، بتسمى كمان ايه، عجله الجبل. est un vélo destiné à une utilisation pour terrain accidenté. تمام، مخصصة العجلة دي ان هي تمشي في الطرق اللي فيها حفر وفيها حوادث وفيها كده. or de route asphaltée، بعيدة عن كل الشوارع الاسفلت. يبقى دي عجلة مخصصة للطرق المنحدرة اللي فيها مشاكل. اسكالاد التسلق، ات سبور كونسيستون ا اتندر لو دون مونتاني، هي مخصصه ان انت ازاي توصل على قمه الجبل، ده اقصى حاجه. باراشوتيزم، الباراشوت طبعا، اتين اكتيفيتي كونسيستون ا شوتي دون اوتور، تمام، او ان سورتون جينيرالمون دان افيون، حاجه كده شبه شويه اللي هي الثاني دلتا بلان، حاجه شبه دلتا بلان كده، تمام. ان هو دي مخصصه ان انا برضو ابقى على مستوى معين من العلو، وانط منين، من طياره، و بور ريتورني سور تير افيك لاد دان باراشوت، وارجع تاني الارض عن طريق ايه، باراشوت. بوكس اتن سبورت تري فيولون، لعبه عنيفه جدا، ان كونتر ان، واحد ضد واحد. On pratique ce sport avec des gants، بنمارسها بجوانتيات او اللي هما بقى الجلوفز بتاعت الايه، البوكس. باراشوتيزم اللي هي الهبوط بالمظلات، شكرا على المعلومه. الفي تي تي سو براتيك سور ايه، روت اسفلتي ولا نير، روت اسفلتي ارض ممهده يعني، ولا نير، ولا الجليد، ولا ترا اكسيدونتي، ولا ارض مش ممهده، ولا مير، ولا بحر. طبعا ايه اجابه نيميرو بي، ترا اكسيدونتي. اتن سبورت تري فيولون، مين فيهم الفيولون قوي، مين فيهم العنيفه جدا، طبعا لسه قايلين عليها اللي هي لا بوكس، الاجابه نيميرو ا. لسبور اكستريم سو براتيك، الرياضات الخطيره بمارسها، دون لير سولمون، في الهواء بس، في الجو بس، سور لا نيج سولمون، ولا في الجليد بس، ولا دون لا مير سولمون، ولا في البحر بس، ولا سور تو سيليو، ولا في كل الاماكن دي. طبعا في كل الاماكن دي الاجابه نيميرو دي. اون ابل لو في تي تي، الفي تي دي دي لافيون دو لا مونتاني، الطيارة بتاعت الجبل، ولا لو فيلو دو لا نيج، ولا العجلة بتاعت الجليد، ولا لو فيلو دو لا مونتاني، ولا عجلة الجبال، ولا لو فيلو دو لا بيست، ولا عجلة البيست او الارض بتاعت الفيلو. طبعا لو فيلو دو لا مونتاني، عجلة الجبال، اجابة نيميرو بي. ده ان دل على شيء، دل على المنحدرات اللي هي المفروض بتعدي منه. الباراشوتيزم سو براتيك ان سوتون، الباراشوتيزم ده بقى بيتمارس لما بنط منين، من اوتوكار اللي هو عربية، ولا فيلو، ولا عجلة، ولا افيون، ولا طيارة، ولا تران، ولا قطر. طبعا افيون الاجابة نيميرو سي. لا بوكس سو براتيك افيك، البوكس بمارسها بايه، بكارد، حبل، ولا فيلو، ولا عجلة، ولا باراشوت، ولا باراشوت، ولا جون اللي هي الجلوفز، الجوانتيات. الاسكالات كونسيست، الاسكالات لازم ايه، اتندر لو دو لا مونتاني، ان انا اتسلق على قمة الجبل، ولا الدم باراشوت، ولا لازم استخدم باراشوت، ولا الانسي لو بالون دون لو باني، اني احط الكورة في الشبكة، ولا الافير بيتان بينيتري لو بالون دون لو بوت دو ليكيب ادفيرس، ولا اني اصوب الكوره ناحيه الجول بتاع الفريق المنافس. طبعا ايه، ان انا اتندر الاوبر الاو دو لا مونتاني، اني اوصل لقمه الجبل، الاجابه نيميرو ا. تمام، اكيد بعد كده في سيتواسيون وجرامير. بيقول لي هنا vous encouragez votre équipe préférée، vous dites، بتشجع
الفريق بتاعك المفضل، فبتقول سيت اون ايكيب دو فوتبول، ده فريق كرة قدم. فيت باس لو بالون، مرر الكرة بسرعة. كالي تون ايكيب بريفيري، ولا ايه هو فريقك المفضل؟ جو بريفير ليكيب ايجيبسيان، بفضل الفريق المصري. طبعا انت بتشجع، فبتقول ايه؟ فيت باس لو بالون، مرر الكرة بسرعة. Vous demandez à votre ami où il va pour jouer à la pétanique. بتسأل حد من أصدقائك هو هيروح يلعب بيتانيك فين. Il dit، فبيقول لك، à la montagne، à la mer، في البحر، ولا à la montagne، ولا في الجبل، ولا au gymnase، في صالة الجيمنازيوم، ولا on va au parc. طبعا هو البيتانيك ده اللي هو اللعب بالكرات اللي هي زي الحديدية دي، ودي بفضل ان انا طبعا امارسها فين؟ او بارك. يبقى اون فا او بارك الاجابه نيميرو دي. في دي سات بقى بيقول لي فوتر امي فو دوموند بوركوا فو زالي سور لو كور فو ديت. صديقك او بيسالك ليه وانت رايح الكورت، كورت ده اللي هو ملعب التنس، فبتقول له طبعا انا جاوبتها بور فير دو تنس، عشان العب تنس. الاجابه نيميرو سي. Vous demandez à l'entraîneur de combien de joueurs l'équipe du basket se compose. Il vous répond. بتسأل حد من المدربين عدد فريق الباسكت بيتكون من كام لاعب، فبيقول لك les joueurs sont en forme، اللاعبين في الفورم، ولا il y a 5 joueurs، ولا في 5 لاعبين، ولا l'entraîneur conseille les joueurs، ولا المدرب بينصح اللاعبين، ولا il y a 11 joueurs، ولا في 11 لاعب. تمام. طبعا هو انا في اجابتين عندي مستبعدين، اللي هي ايه sont en forme و conseille دي، لان هو بيسال كومبيان دو جوار دي كيب دو باسكت بول سو كومبوز، وطبعا ال 11 لاعب دول بتوع فريق كره القدم، يبقى 5 جوار. الاجابه نيميرو بي. فو دوموندي ان سيكليست لو في تي تي سي كوا ايل دي. بتسال حد من الناس اللي بتمارس رياضات العجل مين هو الفي تي تي ده، او ايه هو الفي تي تي ده، فبيقول لك ان دي سبور كلاسيك، لعبه كلاسيكيه، ولا سبور كولكتيف، ولا لعبه جماعيه، ولا سبور اكستريم، ولا لعبه خطيره، ولا سبور بريفيري، ولا لعبه مفضله بالنسبه لك. يبقى طبعا سبور اكستريم الاجابه نيميرو بي. Vous proposez à un ami de faire de la natation, vous dites. بتقترح على حد من أصدقائك أنه يمارس رياضة السباحة، فبتقول له ساتودير دالي على بيسين، تمام معاك تروح البيسين. نو سان مديريا، لا ما تعني ليش شيء. جيم علي على بيسين، بحب أروح السباحة، ولا بوركوا با، ولا ليه لا. أنت بتقترح على صديقك، فالاقتراح ده عبارة عن اسمه ساتودي دالي على بيسين، تمام لو جيت البيسين. إجابة نمرو أ. 21. Votre copain vous demande votre avis sur le tennis. صديقك بيسألك عن وجهة نظرك في التنس، فبوديت فبتقول له لو تنس سي كوا، التنس ده ايه؟ اون ا بيزوان دون بال اي دان راكيت، احنا محتاجين كورة وراكيت. بور موا سي تان سبور اميزون، بالنسبة لي دي رياضة ممتعة. لو تنس سو براتيك افيك اون بال، التنس بمارسه ايه؟ بكورة صغيرة. انت بتسأل عن رأيك، صديقك بيسألك عن رأيك في التنس، فانت بتقول له ان ايه سي تريز اميزون، طبعا بور موا سي تان سبور اميزون، لعبة ايه ممتعة. اجابة نيميرو سي. فو دوموندي ا فوتر امي دو كوا اون ا بيزوان بور فير دو ليكيتاسيون. بتسأل حد من صحابك ايه هي الحاجات اللي انا بحتاجها عشان امارس الفروسية. الفروسية يعني انا محتاج حصان. ايل دي، فبيقول لك انا بزوان دان فيلو، عجلة، ولا مايو دو بان، ولا مايو، ولا كارد، ولا حبل، ولا شوفال اللي هو الحصان. طبعا الاجابة نيميرو دي، انا بزوان دان شوفال. 23. Votre petit frère s'informe sur le kit surf vous lui dites. صديقك بيسألك على ايه هو الكيت سيرف دوت، فبنت بتقول له ستين سبور كولكتيف، لعبة جماعية، ولا جادور لو كيت سيرف، بحب الكيت سيرف جدا، ولا اون براتيك سو سبور افيك اون بلانش سور لو، بنمارسها ب
بلانش اللي هي زي لوح على الميه، سيتان سبور كلاسيك ولا دي لعبه كلاسيكيه طبعا. اي اون براتيك سو سبور افيك اون بلانش سور لو، الاجابه نيميرو سي. 24 فوز علي اون فاكونس على مونتاني فوديت، هتروح اجازه الجبل فبتقول جو في مي دوفوار حامل الواجب، جو في الاسكالات حمارس رياضه التسلق، جو في لا ناتاسيون حمارس رياضه السباحه، ولا ليكيتاسيون الفروسيه طبعا الاسكالات، الاجابه نيميرو سي. نكمل جرامير. اون بتتعامل معامله الايل والال زي ما اتفقنا، يبقى اون دوا اللي بتي، الاجابه نيميرو سي. لو بالون تو دوا اترابي، تمام. اترابي من الفيربات اللي ما بتاخدش الوي ولور، لو علي الابوستروف، بما ان عندي لو بالون يبقى المفروض لو، بس انا مش هحط لو، هحط الابوستروف عشان الفيرب اوله فويل، يبقى الاجابه نيميرو بي. نكمل هنا بقى. vous ne faites pas de sport nous faisons du rugby، بتلعبش رياضه يبقى بلا انا بلعب ركبي، يبقى الاجابه نيميرو ا. ايه ton opinion sur la course، كلمه opinion كلمه فيمينو، تمام، يبقى كل الدوبل ال او، وطبعا انا حطيت لها تون هنا الماسكولين عشان الفويل، يبقى كل دوبل ال او، الاجابه نيميرو دي. il avec s، il avec s يبقى prenne e n t، اجابه نيميرو سي. passe le ballon، تمام، مرر له الكرة يبقى passe lui le ballon. تيو و ses amis jouent échec au salon، échec من ضمن الشطرنج، من ضمن الألعاب الجمع طبعا، échec آخرها s كمان، يبقى aux échecs، الإجابة نيميرو سي. concours est pour les jeunes de 17 ans، طب كلمة كونكور هنا آخرها s، بس هي أصلا بتتكتب ب s، اللي عرفني إن هي singulier ان هي ايه الفيرب جاي بايه، تمام، يبقى ايه سو كونكور، عشان كلمة كونكور كلمة ماسكولين بقول ان كونكور. اليكس اي موا بتتعامل معاملة النو زي ما اتفقنا في المعنى، لكن بتتعامل معاملة الايل والالف التصريف، يبقى في الاجابة نيميرو دي. جو ن في با فوتو، تمام، يبقى دو فوتو، اجابة نيميرو بي. les conseils de votre entraîneur، اسمع نصايح المدرب بتاعك، votre يبقى vous، يبقى EZ، إجابة نيميرو سي. ده طبعا devoir. salut tu es pour ou contre les sports extrêmes، انت مع او ضد الرياضات الخطيرة، pourquoi ou les et quel sport pratiques tu، ايه هي الرياضة اللي انت بتمارسها. واحد من السوجيهات دول بيقول لي vous écrivez un mail à votre ami français pour lui dire que vous pensez à pratiquer un sport extrême، بتسأل بتقول بتكتب ايميل لحد من اصدقاء الفرنساويين، بتسأله عن وجهة نظره في انك يعني، او بتاخد رأيه في انك تمارس رياضة ايه خطيرة. l'entraîneur de l'équipe scolaire de foot adresse quelques conseils aux joueurs، écrivez 5 de ces conseils. مدرب المدرسة فريق المدرسة بتاع كرة القدم بيدي نصايح للاعبين، اكتب 5 من النصايح دول. وبكده يبقى احنا خلصنا حلقتنا النهاردة، ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية هنشتغل في الكتاب الصغير بتاع الجرامير، وهدخل كمان في اليونيتي التانية اللسون الاولانية. يا ريت يا شباب لو عجبكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير لكل صحابكم، وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات القناة. واحب افكركم تاني يا شباب بدعمكم لينا، احنا بننتقل من مرحلة لمرحلة، فبجد لو انتوا فعلا حاسين ان انتوا بتستفيدوا وعايزين تعملوا لي حاجة كويسة، يبقى ما تنسوش اللايك، وما تنسوش ان انتوا تتفرجوا على الحلقة طبعا كاملة، ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم اللي تعرفوهم، واشوفكم الحلقة الجاية على خير. اورفوار.